الحافز اللي خلاني انه اوصل هاي المرحلة انه هو اهلي. اهلي انا حياتي تعبانة كلش وما عاد واحد يساعدهم ابد، يعني بس منتكلين عيني وكلهم على الله وعينه باقين، باقين هنا في هاي المنطقة يعني كلش، حتى موتنا يعني موتنا على في شيء امكانية فتنقلنا من هذا المكان، لا في شيء معين نروح من عنده، بس على الله وعلى هاي المنطقة ضالين بيها. يعني الصبح ندرس، في العصر احنا فارغين ويا اهلنا نشتغل وكذا، فنشتغل راح نعينهم نساعدهم كذلك. نعم نساعدهم لان ابويا معاق بعد تعرفون انتم، فنحن نساعده ونعينه بعد انتقال علينا وعلى الله بعد. وبعد احنا الصبح مثلا دراسة نكمل، نقعد مثلا من وقت الساعة 5 مثل 11 12 نكمل ونرجع بالليل مثلا ندرس، يعني توصل مرحلة دراسة 10 11. والله هو جابوها تعب تعب من الاول للسادس، حد عد بنيات هم ياخذون الاولى، بالسادس اخذ الاولى بطلت. شنو ما مثل ما عندي امكانيه، مثل انا شنو راتب رعايه 272 وانا ودي وعندي 9 نفرات، وشوف حالتي انا هسه بيتي اشوفها مال بلوك، وعسى انا بخاف عليهم كل ساعه طلعت حي عقرب هم بهلي كل ساعه تطلع الكهرباء، كهرباء لا عندنا، هاي شوف حالتنا هاي بالضيمه من ذاك اليوم لهذا اليوم.